بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبتدي الكورس سترات. سترات اند تاي موديل ميثود. طبعا احنا عندنا الحروف الاولانيه اللي هي الاس والتي والام، فدايما بنختصر المسمى عشان يبقى اسهل فيما بعد، بي اس تي اس تي ام. فالاس تعني سترات، والتي تعني تاي، والام ايه موديل وكده. طبعا دي اول محاضره، دي اول محاضره بالنسبه لنا، والنهارده التاريخ 7/10/2015. طبعا لو انا تخيلت ان انا عندي تراس، تخيل تراس بسيط جدا، يعني التراس فيه 3 ممبرز، وهتخيل ان في هنج في ناحيه وفي رولر في الناحيه الثانيه، وطبعا عندي في فورس بي في اعلى، وفي تماثل وكده، فهيبقى عندي في التو دياجونال ممبرز اللي هم فوق، هيتولد فيهم كومبريشن، وطبعا عندي لو القوة اللي فوق بي هتبقى تحت بي على 2 وبي على 2، وهيبقى في عندي كومبريشن فورس قيمتها سي من كومبريشن يعني، وطبعا الناحية التانية برضو في نفس القيمة لأن في تماثل، لكن تحت هيبقى عندي في تنشن، فالممبر الافقي هيبقى فيه تنشن. الممبر اللي هيبقى فيه كومبريشن، اللي هيكون فيه كومبريشن ده هنسميه سترات، الممبر اللي هيكون فيه تنشن ايا كان بقى الاتجاه بتاعه الاورينتيشن يعني، فده هيكون هنسميه تاي. عندي تنشن، فطبعا الاسهم في الداخل، فده هنسميه ايه؟ هنسميه تاي. في جزء بقى باقي في المساله اللي هو التقاء الاستراتس مع بعضها. زي مثلا لو انا سميت النقطة اللي فوق ديت A، وعندي B، وعندي C small c يعني، ففي الأعلى في joint، دي عبارة لو انا شغال تراسز وكده، فانا بسمي النقطة دي ايه؟ بسميها joint. لكن في الاسترات ان تاي موديل هنغير الاسم ونسميها ايه؟ نود. اذا انا الممبرز نفسها او الستراتس والتايز بتتقابل فين؟ بتتقابل عند الايه؟ النودز. فبالتالي انا عندي في المساله في كام نود؟ في 3 اللي هم الاي والبي والاي والسي وكده. لكن طبعا انا لو حبيت بقى ارسم الكلام ده في الطبيعه، لان طبعا التراس ده مش بيبقى خطوط، لا هو في الطبيعه يعني لو انا تخيلت مثلا ان انا عندي في قوه، مثلا عندي عمود، مثلا العمود ده في الاخر انا بمثله بلاين وبحط قوه بي في السنتر لاين بتاع العمود، فلو تخيلت ان ده المنشا مثلا، وبعدين في هنا سبورت وفي هنا سبورت، ايضا انا باجي في المحور كان السبورت عمود ايضا يعني، باجي في المحور
واحط الايه الرياكشن، وفي المحور واحط الرياكشن. طبعا الرياكشن يبقى بي على 2 وبي على 2. طبعا القوه بي اللي فوق هتدخل لو اعتبرنا ان ديت ديب بيم مثلا، ديب بيم، فالقوه هتدخل فوق بي وتخرج عن طريق بي على 2 وبي على 2. فانا ممكن داخل المساله اقوم راسم التراس اللي فات، فهلاقي عندي في ثلاث قوى، في اثنين دياجونال وبعدين في قوه افقيه تحت، كان الفورس بي هتتفرع لفرعين، فرع ناحيه اليمين وفرع ناحيه الشمال، وبعدين بتخرج عن طريق الرياكشنز وكده. ف الاكوليبريم متحقق فوق لو انت عملت درست الاتزان عند الجوينت A، هتلاقي فيه اكوليبريم. القوه سي والقوه سي المركبه الرئيسيه بتاعتهم بتساوي مين؟ بتساوي البي، والمركبات الافقيه ايه؟ بتلاشي بعضها، يبقى في اتزان. لو انا عملت سمشن الفورسز في اتجاه الاكس الاقيه بصفر، وسمشن الفورسز في اتجاه الواي الاقيه بكام؟ الاقيه ايضا ايه؟ الاقيه بصفر. طب لو انا نزلت تحت طبعا عند الجوينت بي والجوينت سي، الاقي ايضا الاكوليبريم متحقق عن طريق الايه؟ ان انا يبقى في قوه ايه؟ في قوه تنشن في الممبر اللي تحت، يبقى في قوه تنشن، فلا الاتزان متحقق. لكن في النهايه الاسترات اللي هو اسمه سي ما هوش لاين، هو في الحقيقه حاجه لها ايه؟ لها فوليوم وكده يعني. فلو انا جيت ارسم العمود اللي فوق وبعدين خارج منه استرات ناحيه الشمال وخارج استرات ناحيه اليمين، فلو انا برسم الاكشوال سايز لكل اليمنت، انا عندي فوق في ثلاث عناصر، في عمود بيأثر موجود في الوضع الرأسي، وفي تو دياجونالز اللي هم الاستراتس. لو انا رسمت السنتر لاينز بتاعت الثلاث اجزاء هيطلع ثلاث خطوط، والثلاث خطوط متقابلين فين؟ الثلاث خطوط متقابلين في ايه؟ في نود، في نقطة. لكن في الحقيقة هما مش متقابلين في نقطة. لو انت جيت تحسب المكان اللي هما متقابلين فيه هتلاقي فيه جزء كده ممكن تهشره، بقى عندي فيه زون مش مجرد نود لا. وبالتالي بنقول على المكان ده بنقول عليه ايه؟ نودل، بنقول عليه نودل زون. ده الزون اللي موجود فيه ايه؟ النود اللي هو في النهاية انا ببسطه لايه؟ ببسطه لايه؟ البوينت. فبالتالي اصبح عناصر الموضوع عندي، اصبح في عندي حاجه اسمها، في حاجه اسمها استرات، حاجه اسمها استرات، وفي حاجه اسمها تاي، وفي حاجه اسمها تاي، وفي حاجه اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ نود. وطبعا مع النود بيبقى في ايه؟ في نودل زون، في زون للايه؟ للنود. طبعا الاسترات انا يعني عملت له موديلنج في صوره لاين، في صوره لاين، واللاين ده بيكون متعرض لايه؟ متعرض لكمبريشن. والتاي ده برضو انا عملت له موديلنج في صوره لاين ايضا، لكن متعرض لتنشن. النود هي عباره عن التقابل للاليمنتس كلها بتتقابل مع بعضها في النود، لكن النود دي في الحقيقه لها سايز، فبالتالي بنقول عليها ايه؟ نودال زون. ايضا اي لاين سواء كان سترات او سواء كان تاي، اللاين ده هو السنتر لاين للسترات او السنتر لاين للتاي. يعني في الحقيقه انا عندي سايز، عندي ابعاد. يعني لو انا رسمت اللاين في السنتر هيبقى ده الويتس، ده العرض بتاع لو ده استرات ده العرض بتاعه. ولو انا بصيت في الاتجاه العمودي على السبوره، لو انا بصيت في الاتجاه العمودي على السبوره هلاقي فيه ايه؟ في بعد تاني موجود في الايه؟
في الاتجاه الايه الثالث. كأن في النهاية انا عندي ثلاث ابعاد، عندي ثلاث ايه ابعاد، عندي الطول، والطول واضح وظاهر، وعندي الدبث، وعندي العرض اللي هو ايه يعني ممكن لو سمينا ده ويدث، ممكن نسمي البعد الثالث نسميه ايه، نسميه بريدث. يبقى عندي ايه، عندي لينث اللي هو الطول، وده اللي في بيبان في الاخر على الرسم، لان انا بمثل الجسم بلاين. فعندي ثلاث ابعاد، الواضح هو ايه الطول، لكن عشان اشوف البعدين التانيين كان لازم اخد ايه، اخد ايه سيكشن في الاسترات او في الطاي. وطبعا السيكشن بيجيب لي الايه، بيجيب لي البعدين الايه التانيين وكده. يعني يمكن احنا المره اللي فاتت كنا ادينا مثال بسيط، لو انا عندي مساله وعاوز احلها، يعني انا ساعات مثلا بيبقى عندي مسالتين، عندي كاميرا السبان بتاعها كبير بالنسبه للايه، لو انا قست السبان اللي هو الطول ال سي بالنسبه للاتش، الاقي هنا السبان كبير بالنسبه للاتش، لكن في احيان اخرى بيبقى عندي السبان قريب من الاتش، يعني لو ده ال اللي هو السبان وده الارتفاع اللي هو الاتش، طبعا في الاتجاه الثاني في اللي هو لو انا خدت سيكشن في الكاميرا في اي منهما، يعني هتلاقي في عرض اللي بنسميه بي. ايضا هنا لو انت خدت او بصيت في الناحيه الثانيه ايضا في عرض اللي هو الايه البي، فالكاميرتين ليهم نفس العرض اللي هو الايه البي، وممكن يكون ليهم نفس الطول اللي هو ال، لكن هو الخلاف هنا في مين، الخلاف فين، في الاتش. فلو الاتش بتبقى صغيره بالنسبه للطول فاحنا بنسمي البيم دي بنسميها ايه، بنسميها شالو. شالو يعني ايه، حاجه الارتفاع بتاعها ضحل او صغير وكده. وساعات بنقول بدل شالو بنقول عليها سلندر، سلندر يعني برضو الارتفاع ايه قليل بالنسبه للطول. واحيان اخرى بنقول عليها اوردينري، اوردينري يعني معناها ايه، كاميرا عاديه يعني. لكن لما الاتش بتكبر بالنسبه للسبان وكده فبنقول على الكاميرا في الحاله ديت بنقول عليها ايه، بنقول عليها ايه ديب بيم. وطبعا احنا بعد شويه هنعرف امتى الكاميرا تبقى اوردينري وامتى تبقى ايه، تبقى ديب بيم وكده يعني. لكن لو انا تخيلت ان انا عاوز احل الكاميرا اللي هي الديب بي مثلا، اللي هي الدبس بتاعها سي، ان انا هختار كاميرا مثلا ال بتاعها قد الاتش، ال قد الاتش مثلا، ال تساوي الايه، تساوي الاتش. وطبعا وتخيلت ان في حمل مركز فوق قيمته ايه بي، فطبعا وفي تو سبورتس تحت، واحد على اليمين واحد على الشمال، فطبعا بيطلع عندي كام رياكشن، بيطلع عندي تو رياكشنز، رياكشن هو بي على 2 ورياكشن بي على 2. طب احلها ازاي؟ هل مثلا اروح اقول ارسم دي سمبل بيم مثلا، ارسم المومنت مثلا يطلع كام المومنت هنا لو دي سمبل بيم وعندي حمل مركز في النص، يبقى المومنت هيطلع قيمته كام؟ اطلع بي في ال على ايه، بي في ال على 4. انا ممكن امشي كده اكمل حل كده، انا حسبت المومنت وانا عندي القطاع، عندي القطاع بتاع الكاميرا، عندي القطاع معروف، القطاع عرضه بي وارتفاعه سي اتش مثلا، واعتبر ان الاتش هي التي عشان ما نلخبطش الايه الرموز اللي احنا يعني اي حاجه، المهم انك تبقى عارف كل رمز يعني ايه وكده يعني. طيب انا زمان كنت بعمل ايه، لو ده المومنت وعاوز اصمم القطاع، كنت برسم المساله وده القطاع بتاع المساله، طبعا دي المساله في تو سبورتس في قوه، وانا رسمت المومنت اللي هو ده بي في ال كام، اللي هو بي في ال على 4، ده المومنت، ده الايه، ده المومنت. طب عاوزين نصمم القطاع ده نصممه ازاي؟
فكنا طبعا بنفرض ايه؟ توزيع الاسترين. انا بفرض توزيع الاسترين، فانا كنت بفرض توزيع الاسترين ايه؟ توزيع الاسترين لينير. طبعا واضح ان دي هتبقى منطقه الكمبريشن، ده النيوترال اكسس، طبعا هيبقى في حديد، فطبعا الانفعال قبل الحديد هنسميه ابسلون اس. طبعا الخرسانه عشان تتكسر، لو انا شغال التيميت يبقى هتتكسر عند انفعال قيمته كام؟ ايه قيمته؟ ايه 3 من 1000. وبعد كده انا كنت برسم الدياجرام بتاع الاستريس، فطبعا بيبقى الخرسانه فوق فيها كومبريشن، فبرسم البلوك بتاع الخرسانه في الكومبريشن، وبالتالي بحسب قوه سي مثلا، وعندي تحت في الحديد هيبقى فيه قوه تي، وبجيب ذراع العزم اللي هو المسافه ما بين القوه سي والقوه تي اللي هو الواي سي تي، اللي هو هيطلع في الاخر بيساوي الدي ماينس الاي على 2. وكان عندي معادلتين طبعا انا بستخدمهم. المعادله الاولانيه ان انا بقول ان القوه سي بتساوي القوه ايه؟ بتساوي القوه تي، دي المعادله رقم واحد. بعمل الاكوليبريم في اتجاه الايه؟ الاكس. وبعد كده اقول المومنت بيساوي احدى القوتين، يا اما هيساوي التي في الواي سي تي، يا اما هيساوي القوه سي في الواي اي سي تي. ومن هنا اقدر احسب الايه؟ طبعا المعادله الاولانيه كنت بحسب منها المسافه ايه؟ اللي هو ارتفاع البلوك بتاع الخرسانه. ومن المعادله الثانيه وكان ممكن اقدر احسب مين؟ احسب الايه؟ الاي اس اللي هو الايه؟ الحديد. وطبعا واضح ان الحديد هيتحط فين؟ هيتحط تحت في منطقه الايه؟ في منطقه التنشن. طيب لو ده الحل بتاع المساله، لو ده الحل بتاع المساله، طب ايه الفرق بقى بين المساله دي والمساله اللي كان فيها الدبس صغير؟ اذا انا قارنته بالنسبه للسبان، ايه الفرق بين المسالتين؟ ما انا عشان احل المساله ديت كنت باجي اخد السنتر لاين واعتبر المساله دي عباره عن لاين، واحط على اللاين ده حمل مركز اللي هو البي، وبجيب الرياكشنز وبحسب الايه؟ المومنت. طيب هل نفس الكلام هيتطبق هنا؟ هل برضو اقول ده الحمل فوق وده الرياكشنز تحت؟ هل ينفع مع ان هنا الارتفاع بقى كبير انما هنا الارتفاع صغير اقدر اهمله؟ هل برضو نفس المنطق اجي كده اخد السنتر لاين واجي ارسم لاين كده افقي واحط عليه الحمل في النص، وبعدين ارسم برضو المومنت دبليو في ال على بي في ال على 4؟ مش هينفع طبعا. المساله اللي على الشمال كان في فرض مهم جدا، الفرض ده اللي احنا يمكن من شويه قلناه، ان احنا رسمنا توزيع الاسترين رسمناه عباره عن ايه؟ عباره عن خط. توزيع بتاع الاسترين عباره عن ايه؟ خط مايل. اكبر استرين فوق كان 3 من 1000 اللي هو الاسترين في الكمبريشن، وطبعا الاسترين تحت في الحديد ابسلون اس. وانا فرض هنا فرض ان الديستريبيوشن بتاع الاسترين ايه؟ هيطلع لينير، وبالتالي اقدر اجيب الاسترين عند اي ارتفاع بالنسبه والايه؟ بالنسبه والتناسب. طيب الفرض ده مش هيتحقق هنا، لو انا جيت ارسم توزيع الاسترين لما الدبس كبر والكاميرا اتحولت من بيم اوردينري او شالو او سلندر لديب بيم، لو جيت ارسم الديستريبيوشن بتاع الاسترين مش هيطلع ايه؟ مش هيطلع لينير. الديستريبيوشن الفرض بتاع ان الديستريبيوشن للاسترين يكون لينير في الديب بيمز ده فرض خطا. الاسترين ديستريبيوشن هيطلع ايه؟ هيطلع نون لينير، هيطلع ايه؟ نون لينير. يبقى انا دلوقتي مش هقدر اكمل بنفس المنطق. ليه؟ لان انت ما ينفعش تكمل على فرض ايه؟ على فرض خطا. ايه اللي بيخلي توزيع الاسترين، ايه اللي بيخلي توزيع الاسترين هنا في الديب بيم، ايه اللي بيخلي توزيع الاسترين ما هواش لينير؟ اصبح هنا التوزيع بتاع الاسترين نون لينير. نون ايه؟ نون لينير سترين، نون لينير سترين ديستريبيوشن. لكن كان في الاوردينري بيمز كان التوزيع بتاع الاسترين كان لينير، كان التوزيع لينير. كان في فرضيه
ويمكن الفرضيه ديت اللي هيبحث في البيم ثيري او في البندنج ثيري هيلاقي كان في فرض مهم جدا. كان الفرض ده كان اللي عامله واحد اسمه برنولي. برنولي فرض فرض اساسي بنوا على اساسه النظريه بتاعت البيمز، او حلوا على اساسه الايه الاوردينري بيمز. فالفرض ده اللي هو بنسميه برنولي ايه برينسيبال، المبدأ بتاع برنولي. المبدأ ده بيقول ايه؟ المبدأ ده مهم جدا، ده هيساعد شويه، هيحاول يبحث في موضوع البندنج او البيم ثيري. ده من الفروض الاساسيه. بيقول ايه؟ ان البلين بلين سيكشنز، البلين سيكشنز ريمين، يعني بتظل ايه بلين، بتظل برضو زي ما هي افتر ايه افتر بيندنج. وهو وكانه بيقول ايه، ان لو انا رسم مستوى راسي، لو انا قبل التجربه عملت مستوى راسي سميته ايه، ليه بقول عليه مستوى مع انه باين قدامي في الرسم خط، لكن لو انت قطعت في الاتجاه العمودي هيبان ان ده ايه مستوى راسي، بس الاليفيجن بتاعه باين الخط ايه. فهو بيقول لو انا عندي بلين خدت مستوى راسي في المساله قبل ما اعمل مومنت او اثر بمومنت وبعدين اثرت بمومنت، فالخط ده هيتحول الى ايه داش ده هيظل ايه، هيظل سطح مستوي ايضا. لكن ايه اللي حصل؟ هو لف بزاويه بس، لكن المستوى قبل المومنت بيظل مستوى بعد الايه بعد المومنت. فلو انا عندي مستوى راسي بعد المومنت مازال مستوى، فبالتالي يبقى لو الحته اللي فوق دي الجزء اللي هو عند التوب فايبر ده هيزيد مسافه او هيطول مسافه اللي هي ايه داش هيقصر، سوري، لان طبعا فوق في ايه في كومبريشن لو انا باثر بالمومنت كده، فالمومنت هيعمل كومبريشن فوق، فالإشارة هتبقى بالسالب، فالتوب فايبر هيقصر أو هيصغر المسافة A داش. البوتوم فايبر بقى عندي تنشن، فالبوتوم فايبر هيطول مسافة برضو هي نفس المسافة A داش. وطبعا لو العلاقة من فوق لتحت علاقة خطية يبقى أنا أقدر بالنسبة والتناسب أحسب الزيادة أو النقص في الطول فين عند أي إيه عند أي مستوى. طبعا انت لو ده اللي قدامي في الرسم ده elongation حصل تحت استطالة وحصل فوق انكماش، لكن لو انت قسمت التغير في الطول على الطول الاصلي اللي هو طول الكاميرا ده هيديك ايه؟ هيديك الانفعال. فلو ان اللي مرسوم ده الديستريبيوشن بتاع الاستطالة، والديستريبيوشن ده لينير، برضه في النهاية هيطلع لما تقسم على حاجة ثابتة اللي هي الطول فيطلع الانفعال، توزيع الانفعال هو نفسه شكل توزيع مين؟ هيطلع هو نفس التوزيع، ويطلع ايه القيمة بتاعته هتطلع ايه linear distribution. وبالتالي من هنا ايه كان لو انا عارف التوزيع بتاع السترين عند اي مستوى وعارف ان التوزيع ده linear، وانا افترضت الخرسانة بتتكسر عند 3 من 1000 وعندي هنا السترين في الحديد واقدر اجيب السترين عند اي مستوى، يبقى انا كاني دلوقتي عارف كل قيم السترين من البوتوم لايه للتوب. فانا كل اللي بعمله ايه؟ لو انا عارف السترين في الخرسانه ادخل المنحنى بتاع الخرسانه عند اي سترين ابسلون 1 ابسلون 2 حتى لو عند اخر قيمه اللي هي 3 من 1000 او مطلع ادخل الستريس سترين ديجرام بتاع الخرسانه، وعند اي سترين اطلع اجيب الاستريس المقابل. فلو السترين فوق 3 من 1000 هطلع فوق اجيب الاستريس اللي هو كام؟ اللي هو 67% الاف سي يو مقسوم مثلا على جاما سي. نفس القصه لو انا عندي ستيل وانا عارف المنحنى بتاع الستيل وانا قدرت اجيب الابسلون اس قيمه الانفعال في الحديد، اقدر اطلع المنحنى واقدر اجيب الايه؟ اقدر اجيب الاستريس فوق. طبعا انا كان عندي القيمه دي كنا بنسميها الايه؟ بنسميها الابسلون ايه ييلد. فلو الابسلون اس طلعت اكبر من او تساوي الابسلون ييلد، فكان بيطلع الاف اس يساوي الاف ييلد مقسوم على ايه؟
على جاما اس. طب لو طلعت هنا اقل يبقى بطلع اقدر ادخل الخط وانا عارف مين الخط، فاقدر اجيب الايه، اجيب الاجهاد المقابل. اذا من التوزيع بتاع السترين قدرت اجيب توزيع ايه، توزيع الاسترس، وبالتالي قدرت اكمل الايه، اكمل المساله. ده لو التوزيع بتاع السترين ايه، لينير. طيب لما المساله بقت اتغيرت والتوزيع بتاع السترين ما عادش ايه، ما عادش لينير، اصبح ايه، نون لينير، يبقى كل الكلام اللي فات ده ما عادش ايه، ما عادش هقدر استخدمه. وبالتالي هنا النظريه او الطريقه اللي كنا بنستخدمها في البيمز او في البندنج ثيري، كانوا بيسموها السكشنال ايه، كانوا بيسموها السكشنال ديزاين ميثود. ليه؟ لان النظريه مبنيه على ان انا باخد سكشن عند اي مكان في الكاميرا، وعند السكشن اقدر ارسم توزيع مين، توزيع السترين. توزيع السترين طبقا ان الفرد بتاع برنولي توزيعه ايه، خط. ومن السترين لو انا عندي توزيع السترين وعندي الاسترس سترين كيرف بتاع الحديد والاسترس سترين كيرف بتاع الخرسانه، وده طبعا النيوترال اكسس، فكنت بقدر ارسم توزيع الاسترس فعن طريق السترين المعلوم بالنسبه لي طبقا لفرضيه برنولي اللي هو لينير، اقدر ارسم توزيع ايه الاسترس. فكان بيطلع توزيع الاسترس، وكان طبعا الحديد فيه ستريس، وفي الاخر خالص كنت بقرب الكلام دوت، بشيل الديجرام بتاع الاسترس اللي هو الاكشوال بتاع الخرسانه، وكنت بستبدله بمستطيل ايه، بستبدله بمستطيل مكافئ، وطبعا عندي الحديد تحت في قوه تي وفي قوه فوق في قوه ايه سي فوق، فعندي قوة سي وعندي قوة تي، خلاص أنا ما عنديش مشكلة، وأقدر أجيب العزوم وأطلع الحديد وكده. لكن طبعا بما إن السترين التوزيع بتاع السترين أصبح نون لينير، يبقى الفرضية بتاعت برنولي إيه بقى؟ خلاص ما عادتش إيه؟ ما عادتش هتنفع. ففي الحالة دي لازم إيه؟ لازم ألجأ لإيه؟ لحل تاني. يبقى المسألة بتاعت الديب بيم ديت ما عادش ينفع معاها ان انا احلها بالسكشنال ديزاين ميثود، ان انا اجيب السترين وافترضه لينير، واجيب الاسترس واجيب الفورس سي والفورس تي واحسب العزوم، الكلام ده ما عادش ايه، ما عادش ينفع. طب تعال نشوف حاجه تانية. لو انا اتخيل ان انا عندي بيم عادي مش دبي، الاقي عندي كاميرا عاديه بس الكاميرا ديت فيها تغير في الايه، في الكروس سكشن. اتخيل ان ده مثال تاني، دي مساله تانية. عندي مساله وفي المسألة دي المشكلة ايه؟ ان في ابرابت تشينج في الايه؟ في الكروس سيكشن. الكروس سيكشن بتاع الكاميرا حصل فيه تغير فجائي، تغير ايه؟ فجائي. طيب لو انا جيت بعيد كده شوية على الشمال، لو انا تخيلت ان الارتفاع ده، اسمي الارتفاع ده مثلا اتش واحد، وهسمي الارتفاع الكبير ده هسميه اتش اتنين مثلا، هسميه اتش اتنين. لو انا جيت طبقت الفرضيه بتاعت البيم ثيري او بتاعت برنولي في النص اللي هو على الشمال بعيد شويه كده، فهيطلع ده السترين ديستريبيوشن. هنا الكاميرا الدبس بتاعها صغير، فهي ما هيش دب بيم، هي اوردينري، بس اللي حصل ان الجيومتري فيها ايه، فيها تغير، في تغير فجائي في الدبس من اتش 1 ل اتش 2. فلو انا رسمت توزيع السترين بالفرضية اللي هو لينير في الجزء الشمال، وجيت رسمت توزيع السترين على اليمين برضو بعيد شوية كده، فهلاقي برضو التوزيع ايه، لينير. فده توزيع السترين اسميه التوزيع رقم واحد، وده توزيع السترين رقم اتنين. ده التوزيع بعيد عن المنطقة دي، انا بعدت شوية عن المنطقة ديت، بعدت شوية عن المنطقة دي. لو انا طبقت المبدا على اليمين هيتطبق ويمشي ويديني سترين ديستريبيوشن لينير بس على ارتفاع قيمته اتش 2، والثاني يديني سترين ديستريبيوشن لكن على ارتفاع صغير اتش 1. طيب في المنطقه بقى اللي هي بنسميها الترانزيشن اريا، عندي في هنا ترانزيشن اريا، في منطقه حصل فيها تغير فجائي في الدبس.
طيب هل الستريت ديستريبيوشن رقم واحد ده فاليد لغايه فين؟ هو لو انا ماشي يمين كده هو ماشي معايا مفيش مشكله، لا انا عاوز اتحرك شمال، عاوز لغايه ما اوصل للسكشن اللي هو رقم واحد واحد. لو انا تخيلت ان انا هنا عندي مثلا سكشن اثنين مثلا، والديستريبيوشن الثاني ده عند سكشن ثلاثه، عندي سكشن رقم واحد ده عند التغير الفجائي، وفي سكشن اثنين بعيد شويه في اليمين، وسكشن ثلاثه بعيد شويه في الشمال، والفرضيه بتاعت برنولي هطبقها عند اثنين وعند ثلاثه. طيب هل بقى وانا ماشي من اثنين لواحد وانا بتحرك شمال كده من اثنين لواحد، هل الدياجرام هيفضل ماشي معايا من اثنين لغايه واحد؟ طيب لو انا سلمت جدلا انه ماشي ويطبق في الريجون اللي هي من اثنين لواحد، فانا جاست كده قبل واحد بملي هقوم راسم سترين سترين ديستريبيوشن بالشكل دوت اللي هو يخص مين؟ يخص اثنين. طيب نفس الكلام، هل الدياجرام رقم اثنين اللي هو عند سيكشن ثلاثه يعني مقبول في المنطقه من هي من ثلاثه لواحد؟ هل مقبول؟ هفترض ان انا جدلا برضو هفترض انه مقبول، فهاجي جاست على شمال السكشن واحد وارسم سترين ديستريبيوشن تاني. فيبقى ازاي عند نفس النقطه في تو ديستريبيوشنز؟ مش منطق، مش هينفع يعني، والاثنين غير بعض. فواضح ان كان لازم في المنطقه اللي هي من سكشن 2 لغايه سكشن 3 كان لازم يحصل تغير، كان لازم الدياجرام رقم واحد يغير من شكله او يغير من نفسه بحيث يخرج في شكل الدياجرام كام رقم واحد، او العكس الدياجرام رقم واحد لو هو عاوز يمشي يمين كان هيحور شكله بحيث في النهايه يتحول للشكل رقم رقم كام؟ رقم واحد. اذا انا واضح ان لو دي المساله وانا قلت ان الجزء اللي على اليمين ده اقدر اطبق فيه الفرضيه بتاعت برنولي، والجزء اللي على الشمال ده اقدر اطبق فيه الفرضيه بتاعت برنولي، وبالتالي الجزء ده او الريجونز اللي هي متهشره دي بيسموها بيسموها بي ريجون. بي هنا ترجع لمين؟ او الرمز ده يرجع لمين؟ بي هنا ممكن معناها بيندنج يعني ايه؟ يعني البيندنج ثيري او نظريه البيمز ساريه او شغاله هنا. وممكن بي هنا تعني برنولي، هو قدرا البي مشت مع مع الاثنين يعني. فممكن بي هنا نسبه الى ان الفرضيه بتاعت برنولي تصلح في المكان دوت، او البندنج ثيري اللي هي بيزد على البرنولي اسامبشن ماشي. ويبقى دي الاخرى اللي على اليمين برضو يبقى دي اسمها بي ريجون، واحنا بعد كده ممكن نعمل بي شرطه تعني ان هي بي ريجون. لكن ايه اللي هيحصل في 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 في, في الاريا ديت؟ ايه اللي هيحصل؟ تخيل ان دي سمبل بي، تخيل ان انا اديتك كده في مساله في 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 مبنى مثلا، قلت لك عندك سمبل بيم، بس والله لظروف الانشاء السمبل بيم ديت لها اتنين ديبس. ليه؟ لان في مكان في انت هتعدي من طرقه مثلا، فانت عاوز الكلير هايت كبير شويه، المكان التاني مفيش مشكله، فانت صغرت الديبس في سميت ده اتش واحد سمول واتش اتنين يعني صغرت، فاصبح السمبل بيم لها اتنين ديبس، وهي في النهايه اوردينري مش ديب بيم يعني، الاسبان كبير اذا انا قارنته بالاتش واحد او بالاتش اتنين. وانا قلت لك حل المساله، ما انت هتيجي تصمم قطاع هنا بالطريقه القديمه اللي هي السكشنال ميثود، هترسم السترين وبعدين الاستريس وتجيب القوه سي والقوه تي وتطبق في المعادله اللي هي المومنت بيساوي احدى القوتين في صراع العزم وتطلع الحديد، وطلعت الحديد وفعلا طلع الحديد تحت، خدت انت الجزء اللي على اليمين عليه مومنت وخدت سيكشن وجبت الفورس سي وتي وحسبت الحديد. طب وبعدين الحديد بقى في المنطقه دي، طب احسبه ازاي اصلا في المنطقه دي؟ طب لو انا قربت من عند التشنج ده اخد انه سترين ديستريبيوشن اللي على اليمين ولا اللي على الشمال، وازاي هيحصل انتقال فجائي في لحظه الدياجرام اللي على اليمين يتحول اللي على الشمال؟ مستحيل. فكان لازم يحصل في المنطقه دي؟ لازم يحصل ترانزيشن
دي منطقة تحول. منطقة ايه تحول؟ يعني لو انت عندك المية، سي ان لو انا تخيلت ان في مية ماشية كده، والمية دي جاية من مسافة طويلة من اليمين، والسكن الثابت، فالمية ماشية يعني ايه زي بيقولوا ايه، عبارة عن ستريمز كده، يعني خطوط متوازية ماشية. المية تخرج هنا برضو في شكل خطوط ايه، برضو متوازية ومكملة. لكن كان لازم في المنطقة دي يحصل ايه، كان لازم يحصل ديستربنس، يحصل ديسكونتينيوتي، يحصل يعني ايه، يحصل مشكلة. هتلاقي المية هتيجي هنا مثلا كده وتبدأ ايه، هتلاقي في صد، في حائط قافل، فيبدأ يحصل ايه، يحصل هنا في المنطقة ديت بيحصل حاجة بنسميها ايه، ديسكونتينيوتي، يعني عدم استمرارية، او يحصل ديستربنس، يحصل ايه، يحصل تشتت، او يحصل ايه، يحصل مشكلة. فبالتالي من هنا قالوا إذن أنا في المنطقة دهيت أنا مش قادر أستخدم الكلام القديم، فبدأت أحوط على حتة كده وأسميها بقى، بدل ما كنت بسمي ديت بي ريجون لأن هي تمشي مع برنولي، وديت بي ريجون هتمشي مع برنولي، لا أنا جيت في المنطقة دي بقى وأسميها إيه؟ وهسميها دي ريجون. دي ريجون هنا الدي تمشي بقى معنى ايه، معنى دي اختصار ايه بقى، الدي الدي هنا اختصار ديس كونتينيوتي، عدم ايه، عدم استمرارية، او ممكن تبقى الدي هنا معناها ايه، ديستربنس، يعني ايه حصل، ايه حصل تشتت، يعني حصل في دوامات، في مشكلة هنا، الحاجة مش ماشية بسلاسة، لا حصل في مشكلة. فانا محتاج فعلا اقف شوية مع الدي ريجون ديت وايه، واشوفها احلها ازاي، احسب الحديد ازاي، وارص الحديد فيها ازاي وكده، يعني ازاي اتنقل من البي ريجون اللي على اليمين للبي ريجون اللي على الايه الشمال وكده. يعني طبعا الفرض بتاع السترين ما عادش نافع، الطرق القديمه كلها ايه مش نافعه وكده. طب لو عندي فريم، لو عندي فريم كده، مثال تاني، مثال تاني، لو عندي فريم، ايه اللي حصل هنا في الفريم في المنطقه دي؟ طبعا الجيومتري برضو، انا ما زلت بتكلم على في تغير في الجيومتري هنا. هناك انا قلت في ابرابت تشينج في الايه، في الكروس سيكشن. طب هنا حصل ابرابت تشينج بس ايضا، ايضا انا هنا ما زلت مع الجيومتري، بس هنا حصل ابرابت تشينج. بس اقول ابرابت تشينج في ايه، في الدايركشن، صح، ابرابت تشينج في الايه، في الدايركشن، وده برضو في النهايه جيومتري. يعني اللي عمل لي مشكله في المساله اللي فاتت هو تغير في الجيومتري، وبرضو اللي عمل لي هنا هيعمل لي مشكله هو تغير فين، في الجيومتري. انت فجاه كنت ماشي افقي في لحظه واحده عاوز تتحول لراسي، فازاي، ازاي واحد راكب عربيه مثلا وماشي في اتجاه معين وفي لحظه واحده لازم بكامل السرعه بتاعته يتحول في اتجاه متعامد عليه، مستحيل، صح. طيب لو انا جيت ارسم هنا في المنطقه ديت او اطبق النظريه بتاعت برنولي وارسم توزيع الاسترين مثلا في المكان دوت، فلاقي ايه فعلا التوزيع لينير، وبعدين هرسم في المنطقه اللي فوق كومبريشن مثلا، يبقى في قوة سي فوق وفي قوة تي تحت وبينهم ذراع عزم، واقدر احسب الايه، اشتغل بالسكشنال ميثود او بالبيم ثيري او بالبندنج ثيري بفرضية برنولي والسترين لينير وكده، واحل واحسب الحديد. نفس القصة ممكن انا اعملها فين؟ اعملها تحت برضو، هلاقي سايح ايا كان بقى المومنت، هقدر ارسم توزيع الايه؟ توزيع الاسترين، واقدر ارسم توزيع الاستريسز واجيب التنشن، سي لو التنشن مثلا على اليمين والكمبريشن على الشمال. طيب الكلام ده فاليد لغايه فين؟ فاليد لغايه فين؟ يعني حتى لو انا جيت وصلت لهنا مثلا، وصلت بالديجرام اللي تحت لهنا، لو انا هنا قلت ان في قوه كومبريشن وهنا قوه تنشن وهنا في قوه كومبريشن وفي هنا قوه ايه؟ تنشن. طب ازاي القوة اللي كانت ماشية أفقي تتحول لقوة رأسي، سواء كانت كومبريشن أو كانت إيه؟ أو كانت تنشن، فمش هينفع، مش هينفع. فلو أنا في الفريم دوت، لو أنا قلت إن المنطقة اللي على اليمين ديت
تمشي بالبرنولي فتبقى بي ريجون. لو انا قلت المنطقه ديت تمشي برضو يبقى بي ريجون، لكن في هنا ابربت تشينج في الدايركشن، فلازم هيحصل دي ترانزيشن زون او ترانزيشن اريا. دي عباره عن ايه؟ ترانزيشن. لازم هنا يحصل ايه؟ يحصل يبقى في مرحله انتقال. ازاي ده هيحور نفسه عشان يلف وياخد الايه 90 درجه ويتنقل الناحيه الثانيه وكده. فالمنطقه دي بنقول عليها ايه؟ يبقى ما عادتش بقى منطقه بقى ايه بي ريجون، لا هيحصل فيها ديسكونتينيوتي، بالتالي هيحصل فيها ديستربنس، فبالتالي هنسميها ايه؟ هنسميها ايه؟ دي ريجون. دي ريجون. واحد يقول طيب ما انا يعني فلسفه او فكره الفريم ايه؟ يعني لو انا بسال سؤال كده، لو ده فريم ايه الفرق بينه وبين ان انا اعمل سيمبل بيم على اعمده؟ ايه الفرق بين الفريم وبين السيمبل بيم؟ هي دي نفس المساله. يعني لو ده الكلام، هو نفسه ده الكلام مثلا، ده الكلام، ده الجردر، ده الجردر، وده برضو الجردر، وبعدين انا هجيب الرياكشن واعكسه. طب ما هو برضو الجردر ده راكب على مين؟ على العمود. لكن ده بالنسبه لي ده فريم، وده بالنسبه لي بيم، بيم ومتشال على ايه؟ على اعمده، سيمبل بيم. فطبعا الفرق بين الاثنين ايه؟ ايه هي ايه اللي بيحولني من المساله الشمال اللي هي ايه للمساله اليمين اللي هي فريم؟ مين اللي له دور؟ مين اللي دخل وعمل دور عشان نسمي المساله دي نحولها من سيمبل بيم على اعمده لفريم؟ مين؟ الجوينت. الجوينت دي والجوينت دي هم اللي حولوا من المساله من مساله لايه لمساله ثانيه. فاهم حاجه في المساله دي ايه؟ في الفريم. اهم حاجه في الفريم الايه؟ الجوينت. بمعنى ايه؟ ان انت لو ما صممتش، لو ما عملتش ديزاين، لو ما عملتش ديزاين مظبوط وعملت كمان ديتيلينج، يعني حسبت رصيت الحديد مظبوط، هيحصل ايه؟ خلل. فين؟ خلل في الجوينت، هيحصل تلف او خلل او انهيار للجوينت. طب لو الجوينت انهارت يبقى المساله اتحولت لايه؟ السمبل بيم. يبقى انا ايه الفايده؟ لا، فانا عندي هنا الجوينت مهم جدا. فالجوينت دي بالنسبه لي من شويه وصلت ان هي ايه؟ منطقه هيحصل فيها ايه؟ ديستربنس، هيحصل فيها ديسكونتينيوتي، فبالنسبه لي هي دي ريجون، فما ينفعش تتحل بالطرق الايه؟ لو اتحلت بالطرق القديمه هيحصل فيه مشكله، وهيحصل هنشوف دلوقتي، وممكن يحصل فيلير، وبالتالي انا فقدت الايه المساله بسبب ايه الجوينت. لكن طبعا لو هي سمبل بيم فطبعا انا اهملت الجوينتس، فالمومنت كله بيطلع ايه؟ يطلع كله بوزيتيف، وبالتالي الاعمده هتشيل إيه؟ ايه. لكن لو هو فريم طبعا دور الجوينت ان هي بتقاوم، فالمومنت بدل ما كان كله بوزيتيف هيبقى فيه بوزيتيف وفي ايه وفي نيجاتيف. طيب لو انا بحل الفريم دوت بالطرق التقليديه، زي مثلا هحله بالفاينات اليمنت ميثود، احله بالفاينات اليمنت، وبالتالي هنا الحل ده بيبقى الاستيك ايه؟ الاستيك لينير الاستيك سوليوشن، يعني لينير الاستيك سوليوشن، كاني بستخدم الثيري اوف الاستيستي. لو انا حليت الفريم ده بالفاينات اليمنت او بالالاستيستي ثيري، وجيت خدت الخط دوت، خدت اللاين اي بي، خدت اللاين اي بي، وجيت ارسم الاستريسز على اللاين دوت، انا طبعا لو شغال بنظريه الوركينج مثلا، لو انا شغال بنظريه الوركينج بكون واخد الاستريسز بتاعه الحديد بسميها اف اس، وبتبقى الاستريسز دي نسبه من مين؟ نسبه صغيره من مين؟ من الاف ايه؟ من الاف ييل. ولو انا شغال برضو في الخرسانه ببقى واخد في الخرسانه استرس اسمه اف سي الاول، والاف سي الاول بيبقى نسبه من مين؟ من القيمه الايه؟ القصوى. اذا في الحاله دهيت لو انا شغال بنظريه الوركينج فالمفروض ان الاستريسز ايه؟ قليله جدا. لو انت حليت المساله وجيت ترسم توزيع الاستريس على اللاين اي بي، لو جيت ترسم توزيع الاستريس على اللاين اي بي، وانا اتخيل ان المومنت على الفريم كان كده، ده كان المومنت بالشكل دوت، فلو المومنت بيفتح الجوينت
يبقى نقطة ايه عليها كومبريشن ولا تنشن؟ نقطة ايه عليها كومبريشن ولا تنشن؟ كومبريشن. ونقطة بي عليها تنشن، واحنا عارفين طبعا الخرسانة ضعيفة في الايه؟ ضعيفة في التنشن وقوية في الايه؟ في الكومبريشن. طيب انا حليت المسألة، وبعد ما حليتها رسمت توزيع الاسترس على الخط اي بي، على ايه يطلع كده؟ ده الكومبريشن اللي هي قيمة صغيرة معقولة، خرسانة هتشيلها، لكن لو جيت اشوف قيمة التنشن ساعات بلاقيها بتوصل لما لا نهاية. بتوصل لما لا ايه؟ نهاية. مع اني شغال ووركينج، واحنا عارفين في الوركينج ما بضربش بقى في واحد واربعة ولا في واحد وايه؟ وستة، بتبقى الأحمال ايه؟ ديد زائد ايه؟ زائد لايف، يعني أصلا الأحمال صغيرة، فالمفروض إن الإجهادات تطلع داخل الإيليمنتس بتاعت المنشأ تطلع اقل من الاف اس اللوبل واقل من الاف سي اي اللوبل، يعني المفروض مع الاحمال الوركينج الاجهادات تطلع ايه؟ تطلع وزن المسموح بيه. لكن لو انا بحل المساله مع ان الاحمال صغيره الاقي عند بي في تنشن بما لا نهايه، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاحمال كبيره؟ لا، ده الاحمال صغيره. طب ازاي الاحمال صغيره ويطلع ستريس بما لا نهايه؟ ده معناه ان في خلل في النظريه اللي انت شغال بيها. يبقى الفرضيات بتاعتك والنظريه بتاعتك والفرضيه بتاعتك ايه؟ هي اللي خلت النتائج تطلع ايه؟ تطلع غلط. ففي الحاله ده هيت يبقى انا ما ينفعش بقى احل الجوينت دي، يبقى ما ينفعش احل الجوينت دي بالايه؟ بالطرق القديمه، لا ده انا بكتب عليها بقى دي ريجون، ولازم احلها بقى ايه؟ زي ما هنعرف. يبقى الحل لكل المشاكل ديت هيبقى عن طريق مين؟ عن طريق الايه؟ الاسترات اند تاي ايه؟ اند تاي، اسرات اند تاي موديل. كل اللي فات ده او الدي ريجونز اللي فاتت كل المشاكل اللي فاتت دي كانت بسبب الايه؟ بسبب ايه؟ بسبب الجيومتري، بسبب الايه؟ الجيومتري. طيب تعال نبص كده على حاجه تانية. لو انا تخيلت ان انا عندي سيمبل بيم كده، لو انا تخيلت ان انا عندي سيمبل بيم وعليها حمل موزع، وعليها حمل موزع، لو عندي سيمبل بيم